التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عددا من رؤساء كبريات الشركات الدولية، وذلك خلال المائدة المستديرة التي نظمتها مجموعة أجورا الاستراتيجية على هامش فعاليات منتدى ميونخ للأمن. السيد الرئيس أعرب عن حرص مصر على تعزيز تعاونها مع مختلف الشركات الدولية وزيادة حجم استثماراتها في مصر، مشيرا إلى التطورات الإيجابية التي يشهدها الاقتصاد المصري في ضوء برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، وكذلك ما تشيده الدولة حاليا من مشروعات تنموية كبرى تهدف إلى تحفيز الاقتصاد ودفع معدلات النمو وتوفير المزيد من فرص العمل، أبرزها مشروع تنمية محور قناة السويس، فضلا عن تنفيذ خطة طموحة لإنشاء عدد من المدن الجديدة ورفع كفاءة شبكة الطرق القومية في مختلف أنحاء مصر، والعمل على تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتداول وتجارة الطاقة في شرق المتوسط، الأمر الذي يوفر فرصا استثمارية واعدة وضخمة للشركات العالمية للعمل في مصر. السيد الرئيس أوضح خلال اللقاء أن أولويات الرئاسة المصرية للاتحاد الإفريقي خلال العام 2019 في قطاعات التكامل الاقتصادي والاندماج الإقليمي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والسلم والأمن الإفريقي ومد جسور التواصل الثقافي والحضاري، مؤكدا على حرص مصر على التعاون مع الشركاء الدوليين لتحقيق تلك الأولويات، ومشيرا إلى ضرورة تعزيز الجهود الدولية لإعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاعات وسيلة رئيسية لسد الفجوة ما بين إرساء السلام والبدء في استفادة الشعوب من ثماره التنموية، وذلك في إطار مقاربة شاملة تعتمد على الاستثمار في التنمية والبنية الأساسية في دول القارة الإفريقية. كما أشار السيد الرئيس إلى أن مصر تعمل على تدشين مركز الاتحاد الإفريقي لإعادة الإعمار والتنمية بالقاهرة ليكون بمثابة أداة فعالة في مساعدة الدول التي خرجت من النزاعات المسلحة على تقييم احتياجاتها وبلورة تصورها الوطني لإعادة الإعمار، معربا سيادته عن ترحيب مصر بالتعاون مع جميع الشركاء الدوليين لتحقيق التنمية المستدامة في القارة الإفريقية من خلال تدعيم سبل التعاون والاستفادة من الخبرات الإفريقية والدولية. اللقاء شهد حوارا بين السيد الرئيس والمشاركين في هذا اللقاء من رؤساء الشركات وأعضاء مجموعة أجورا الاستراتيجية، حيث أعرب عدد منهم عن إعجابهم بما شهدته مصر من تطور خلال الفترة الأخيرة وما تشهده من تنمية على مختلف الأصعدة، كما أعربوا عن تقديرهم للدور الذي تقوم به مصر في القارة الإفريقية ومنطقة الشرق الأوسط، مؤكدين حرصهم على تطوير أوجه التعاون مع مصر وزيادة استثماراتهم خلال المرحلة المقبلة. كان السيد الرئيس في مستهل نشاطه خلال زيارة ميونخ قد استقبل السيد بيتر ريدل رئيس شركة رودا أند شوارتز، حيث كان اللقاء مع رئيس الشركة التي تعد أبرز وأهم الشركات الألمانية والعالمية في مجال الأمن الإلكتروني وتأمين المنشآت لقاء مهما، حيث أعرب السيد الرئيس عن الحرص على تكثيف التعاون مع الشركة في مجالات تخصصها في ظل ما تتمتع به من سمعة متميزة وخبرات عريقة وما هو مشهود لمنتجاتها من كفاءة. من جانبه أكد السيد بيتر ريدل حرص الشركة على التعاون مع مصر في مجال تأمين المنشآت والمساحات الإلكترونية الحديثة.